السلام عليكم. اليوم نعرفكم بفندق رائع عصري، يعني حسب يعني الصور اللي عندنا نشوف يعني الواجهة ما شاء الله، وكذلك يعني من ناحية الديكور الداخلي يعني بمواصفات راقية. وهذا الفندق يقع في مدينة بسكرة، واللي ينضاف إلى القدرات يعني تاع الفندقية لهذه المدينة أو المنطقة بصفة عامة، واللي تسخر بعدة يعني معالم حضارية وتاريخية وطبيعية وحموية كذلك. إذا هنيئا لمنطقة تاع بسكرة بهذا الفندق الرائع، نعاود نقولها ويعني وبمواصفات عصرية. والذكر أن الفندق هذا تسميته يجب أن ننوه بها، يعني هو فندق موريس لابان، يعني تخليدا لذكرى الشهيد الوطني الذي سقط في ساحات الوغى من أجل استقلال الجزائر، وهذا الشهيد من جنسية فرنسية. إذن هذا هو فندق موريس لابان الذي يقع في مدينة بسكرة. نخليكم تتابعوا الفيديو هذا لهذا الفندق الرائع، والسلام عليكم.